السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة ستراندد ديب. بديت أحس أني خلاص تعودت وتقلمت على اللعبة وصرت أعرف مداخلها ومخارجها. طبعا شكرا على دعمكم ولايكاتكم ونصايحكم، دوما وأبدا لا نستغني عنها. Your health will regenerate if your hunger and thirst are full. حلو، اللي هو يقصد الهيلثي بار أو الهيلثي ستات، أنه إذا صار عندك أكثر من 7 بارات الأكل أو الماي يصير الهيلث عندك أو الشفاء عندك يتطبق. فإذا كنت حتى بويزن والله العالم ان بعد فترة يروح البويزن. Day 11 هلابي، صباح الورد أيها الثعبان الكريه الأول اللي في الجزيرة. تقريبا ان فيه دم مكان ما رميت السبير والله العالم، وهذا شيء بيكون جدا جميل. عندنا الكراب وعندنا الخنزير وانتم بكرامة، وعندنا شوية ترتيبات لابد ان نرتبها ونستغل الليل. حاليا الساعة 8 بالليل بإذن الله، اني ناوي ابني لي غرفتين وصالة في هذا المكان، مساحة كبيرة جدا، تقريبا افضل مساحة في الجزيرة. ويصير عندنا ترتيب والمطبخ فيه الاكلات، وفيه غرفة كذا فيها تبع الكرافتنج، وغرفة فيها النباتات الحلوة، وقدامه يكون فيه يصير مزارع ما مزارع، لان فيها سواليف مزارع في هاللعبة، فلا بد ان نرتب صراحه الاوضاع شوي. بما ان بيكون البيس هذا، فغلط اني اجلس اكسر الشجر الحلو هذا في الجزيره. فبيكون فيه اول شيء قبل لا نبني البيس، اول شيء بناخذ السفينه ونصير نروح نكسر برا ونجيب 20 نخله عشان نبني فيها البيس او الغرفتين والصاله اللي في البدايه، والمطبخ طبعا، ومجلس يعني الضيوف كذا اللي يجوني من القرش والكراب والحلوين هذا. الاكل والشرب مثل ما تشوفون حاليا عندي هيلثي، لانها فوق ال5 بارات، عفوا انا قلت 7 بارات، فوق ال5 بارات لانها هي توتال اصلا 7. فيب خلنا بداية اليوم ناخذ لنا شربتين ونحط لنا سعفين، لا والله يحتاج 4، مع اني حطيت 4 عريش بس ما ادري ليش يحط صورة الفايبر، لان خلاص اللعبة كذا مصممة انها على اساس لو حطيت فايبر، لان الفايبر كأنه يقول لك يعني تقدر تحط فايبر، عرفت؟ ممكن يفيدنا العريش اكثر ونستخدم الفايبر بما انه ينمو كثير في هذه الجزيرة. فصراحة انا بعتمد هذه الخطة وبصير احط الفايبر، وما ودي يصير عندي نقص في العريش، خصوصا اني راح استخدمه في البيت. برجع برويكم قائمة الكرافتنج. عندي الحين الوتر ستيل بنخليه جنب منطقة الزراعة اللي بخليها هنا زي الفارم، وفي عندك اللوم اللي يطلع لك الكلوذ وراح ارويكم اياه بعد شوي، والبلانك هذا تعرفونه اللي يطلع لك الالواح هذه، والفيورنس هذا الكلي ما ادري تقريبا طابوق هذا اللي فهمته عشان تبني نوع ثاني من المباني عشان نصير زي المبنى. وعندك الجلد هذا قبل شوي تبع الخنزير هذا وانت بكرامه راح يعطينا برضه شيء ثاني. كل هذه امور كرافتنج. هذا البريك، هذا الطابوق عفوا، هذا الكلي ما ادري لخبطت صراحه بينهم. الفيول ستيل راح يحتاج تقريبا الكلي اللي يطلع من هنا عشان ننتج الظاهر البترول. انا هذه الامور والله ما اعرفها يا شباب، يعني اول مره جالس العب السلسله معاكم، فلذلك راح نستكشف هذه الشغلات مع بعض، ولكن واضح ان هذا طلب هنا وكذا، عرفت؟ وهذا راح يعطيك بنزين اسمه فيول عشان تقدر تطير من هذا المكان في نهاية السلسلة بإذن الله إذا كملناها. في البيلدينج المباني عندي حاليا الفاونديشن، طبعا كلها راح نحتاج خشب خشب خشب. هذا البلانك فاونديشن، وود فاونديشن راح نستخدم الوود اللي هو أقل استهلاك، متطلب الحطب، وبعدين الأرضيات متطلبة برضو الحطب، وبعدين الجدران متطلبة بعد. غريب ان هذا فيه عريش يبين بس ما يطلع بعريش اللي هو او سعف النخل. كل اللي نحتاجه حرفيا الود ستيك. الابواب بعد تقول لي فيه والله وود ستيك، يعني البيس عباره عن وود، او اذا اللي قبل شوي القائمه اللي رويتكم اياها اللي هو البريك، يعني الروف، كل شيء كل شيء كل شيء حرفيا بالود ستيك، وهذا شيء جميل صراحه. ممكن السكراب اللي جمعنا هذاك نصير نطور فيه، نخلي بعض الاماكن نقدر بعدين نكسر الخشب ونستبدل بعض المناطق بالشغلات الثانيه، يصير مثلا بهذا اذا جمعنا منه كثير. عندي 4 حاليا، وهذا اللي قبل شوي اللي اقول لكم جلد الخنزير وانتم بكرامه، وراح يعطينا الليذ اللي هو هذا بيفيدنا الكرافت الشغلات المتطوره، مثل الفاس اللي بيدي تشوفونها مربوط كذا ملفلف عليه، يصير الفاس ما يتكسر بسرعه. مثل هذا ريفايند اكس، شوفوا استخدمته فتره طويله ما زال 86%. يا سلام يا شباب، شوفوا اللقطه هذه، البارات كلها فل. هذا اليوم الرهيب من جد. الحين بروح بجهز طبخة اليوم اللي بعده. خلنا نشوف ايش عندنا في الكونتينر، ما عندنا غير
توقعت اني اصطد شيء ثاني او عندي. والله يا اني مشتاق اطلع بالسفينه. اتوقع احتاج الهمر عشان ابني. اذكر ان معي همر. اي هذا الهمر. دام السالفه هو ستيك. جمع يا حبيبي جمع. اوكي كذا تعبى. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يعني 40 ود تقريبا. ونشوف كم راح نقدر نسوي فيه البيس عشان يكون عندنا رقم تقريبي للي نحتاجه عشان نكمل المبنى. راح اشيل هذا اللنتل معي. طبعا ممكن تسألون ليش ايش اهمية البيس. البيس يا شباب اول شيء راح يكون شيء منظم، تصير اغراضك كلها منظمة، وتصير الصناديق اللي معك فاضية. ولا صرت اروح جزيرة ثانية اجيب فيها اغراض، غير الشكل والجمال والترتيب وكذا. تصير غرفة لكل شيء. يا سلام على شراقة الشمس. الشرق دائما مفروض من الايست، هذا شيء لخبطني. شوف من الايست بالضبط. انا لازم اناظر يسار عشان يجي الاحمر هنا باتجاه الشمس. فالشروق من الايست والغروب من الوست بالضبط. طيب الحين البيس اعلى نقطة، ناخذ الزيرو من هنا. اوكي هامر ريكوايرد فور بيلدينج. انا جبت الهامر، وين راح؟ لا اله الا الله. قبل لا نبدا خلنا نمسك الكراب هذا ونسوي له سكن ونعلقه على بال ما نطبخ، على بال ما نبني يصير اكلنا ينطبخ. هذه الثانية حلو، يعطينا 2. اتوقع انهم كافين. ولا نطبخ هذا معهم؟ شوف يقول لي لا لا تطبخني لا. نعلق 2. خلاص يا اخوي والله بطبخك، ترى عديتني بالحركة هذه. دي سرفايفد 11. اوكي نطبخه. وهذا لا، شوف الاربعة اللي حطيناهم يعطوني اربعة وخلاص يخلصون. طيب عطنا الود فاونديشن، هذا الاساسات. طبعا نقدر نرفع الطابق الارضي فوق، او ممكن نخليه وسط، او ممكن نخليه على الارض مرة. عرفت اهم شيء نبنيه. فشيء ثاني اتجاه الارضية زي كذا، اتوقع متوسط، بحيث انه حتى لو كانت فيه افاعي تحتنا ولا شيء تصير ما تأذينا، لان الافاعي ترسبن في الجزيرة ما خاب ظني. وهذا اول فاونديشن يا شباب، نبني اللي جنبه. نحاول نخليهم كلهم بنفس الاتجاه. يا اخي 5 ضربات من 6 ضربات على كل واحد، نقص علينا يا اخوي. ارتفاعه كويس حتى يمديني بعدين قبل ابني درج اصير انط. اما 90% بنيت بس 3 ونقص 10%. حلو يمديني اسويه وبعدين اصير اطرق فيهم. الحين 3 احسه صغير، يبينا نشطح زيادة هنا وهناك. والله كويس اني اخترت مساحة كبيرة. شوف الخشب قرب يخلص. اللي معي هذا كله بس بنانا تقريبا فاونديشن. انا غلطان صراحة ابني كل شيء مرة واحدة، مفروض خلاص اركز على غرفة واحدة. يعني حاجتي اللي في البداية غرفة النوم. هاللاعب يصير سريع بعدين يوم يزيد مستوى الكرافتنج عندي. والله ما اعرف وش فيه الجو كذا كأنه صار في الليل. كلهم اوكي، كلهم اوكي، كلهم باتجاه واحد، كلهم باتجاه واحد، تمام. هذا البيس يا شباب. ساعة كم الحين؟ ساعة 11. والله الخشب راح ينقصنا كثير، بس راح احاول اقل شيء اسكر غرفة واحدة. احلى شيء انه يمدينا ننقز، ما رفعته كثير. بنوفر حق الدرج. اقدر ابني الجدار، وود وول، وود هاف وول، وبلانك. اوكي يعني فيه نوعين، فيه اللي يجيك القصير وفيه اللي يجيك الكامل. شوف هذا اللي بالعريش، والله والله حبيته صراحه، ما لها داعي كامل. اهم شيء يكون فوقنا فوقنا سقف، بحيث ان اللاعب ما يصير يعطش بسرعه، او ما يصير يمرض من الشمس. ولازم نستخدم النبته هذيك عشان ايش هذا، وود ارش. يا سلام حركات. هذا مرة عاد مفتوح، بس ما عليه السقف بعدين بيسكر. خلينا نشوف الثاني. لا الثاني مرة كامل مسكر. وفي هذا بالطربال عاد ما يمدينا، لازم واحد كلوث الظاهري ما نبيه. فيه بالويندو، والله ضروري على البحر. شوفوا كم قارنة سريعة. هذا حسه مش مكانه هنا. هذه بما انها بتكون غرفة خلنا على الشبابيك، بعدين ما ينفع الجدران كلها شبابيك. احس الشبابيك لازم يكون شو اسمه الجدران كلها مسكرة بالكامل، وبعدين واحد منها يكون مفتوح، كذا بيطلع شكلها كويس. طيب خلنا نضيف السقف، خلنا بنمر عليهم كلهم عشان ايش، نعرف نخطط صح. ودروف ميدل كورنر، ظاهرنا لازم نستخدم الكورنر. الو الكورنر ما يجي هنا الظاهر. طيب الميدل
لازم اسيب يا شباب قبل لا اجيب العيد باي شيء. شوف اي نيد تو كول داون بسبب ان الشمس صاقعه في راسه. يلا امطار 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 امطار. خلنا نشرب الماء على السريع، خليه يعبي. يا سلام على الجو هذا، خلاص من هزه راسك خلاص. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الحين، ما في سعف، هل بتعبى مي ولا لا؟ خلينا نجرب. هلا 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 باللي نما، هلا هلا باللي نما، هلا يا كثرهم الحين. كويس كانت صاقعتها الشمس، الحين جاه البرق والرعد يبرد عليه. ايوه بس هذا شكله عبيط. اوكي ضبط 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 يا شباب. يا سلام يا سلام يا سلام على الامطار، صراحة حبيت ابو شباك. يا لب الجرافكس يا شباب، اتعبني الجرافكس، وربي اتعبني الجرافكس. تشوفون الجمال ولا ما تشوفونه يا شباب؟ طيب انا جالس اكسر في هذا اللي بالوسط، كم راح يرجع لي؟ واحد اثنين، شوف الاثنين ما اقدر اشيلهم، بعدين راح يتم شكلهم كذا. اوكي اختفي، اما رجع لي واحد بس. دقيقة انا ليفل كم؟ انا ما خاب ظني انه لازم تلفل ليفل معين اللي هو الكرافتنج الاخير تشوفونه، واحد اثنين ثلاثة اربعة. ممكن اذا وصلت خمسة بعد ليفل خمسة يصير يرجع لي المواد كلها اللي استخدمتها. الحين رجع لي 50% تقريبا، ليش؟ لان استخدمت لبناء هذا الجدار الوسط مثل ما تشوفون اثنين، فاعطاني واحد. اوه الطبخ يا شباب، الطبخ نسيته. ما عليه ما عليه، انشغلنا بالدوام، انشغلنا بالشغل، انشغلنا بالبناء. يا سلام، لازم شبابيك هنا في الزوايا، لازم يصير جدار شباك وجدار عادي. الله 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 الله، انا حبيت انا حبيت ولسه في البداية. عطنا عطنا الكشاف هذا، لازم نحط هذاك حق الإنارة كذا نعلقه. بس والله يا شبابي ان الخشب ناقص، تخيلوا هذاك الخشب كله بس عشان نبني الكسرة هذه، بس خلص الخشب انتهينا. بخلي النور هناك عشان استمتع كل ما اشوف هذا المنظر. فرحلتنا في الصباح الباكر لابد ان نروح جزيرة ثانية. اول شيء الحين بروح نتفقد نروح نتفقد شو اسمه ما تبقى في هذه الجزيرة من ايش اسمه هذا الفايبر، عشان نعطيه الدورة انه يرجع ينمو من جديد. نستاهل وجبة حلوة صح؟ اي والله، نقصد ثلاث بارات. اعطني السموكر، جميل. الماي تعبى شيء، شوف الماي من المطر تعبى اثنين، جميل. اكتشفنا اكتشاف يا شباب. انتبهت انا باقي معي شوية وود، فخلنا نشوف نكمل الجدار. طبعا هذه راح تكون غرفة لحالها يفضل، بس مرة صغيرة، يعني اذا حطيت الكوكر مثلا هنا طبخ راح يكون جدا صغير. افضل ان كل غرفتين او كل مربعين يصير غرفة، يعني هذا كله المربع هذا يصير متعلق بشيء واحد، وهذا كله يصير متعلق بشيء واحد، وبعدين في صف كذا في الوسط يصير ممر بينهم، وهنا ممر هذا سيدة كذا يصير بينهم. يعني لازم ازيد واحد هنا بعد. ايوه كذا، يعني انا الحين واقف، هذا بيكون ممر والدخلة من هناك، وهذه بتكون غرفة الاثنين في اثنين، وهذه غرفة اثنين في اثنين، وبعدين نفس الشيء هذا بيكون هناك ممر كذا اثنين، وهناك بعد شوي نزيد كذا شوي بلكونة، ولا هنا تكون في بلكونة نضيفها في هذا المكان. أما البور هذا كيف لسه حي هذا؟ يا طيب سويت لك سكين أنا، خلينا نحطه جنب أبوه. بس الحين يكون اللحم معفن، أتوقع سويت له سكين مرة واحدة ونسيت، حسبته راح يختفي، فبيكون ان ما خاب ظني ان اللحمة الثانية معفنة. خلنا نشوفها. لا والله لا معفنة ولا شيء، امورها طيبة. ولع يا مدير. بعدين تدري حرام اني اولع النار على واحد. خلنا نكون واقعيين يعني. بما ان الخشب مخلص خصوصا يعني. ممكن نكسر هذا الصغار، ما في اي اشكالية بالنسبة للحطب. الباين سابلينج ما منه فايدة، واتوقع انه ينمو. اهم شيء النخل عندي، ما راح اقصقص ولا المس ولا واحدة. وحتى لو ما نما هذيك الساعة بروح جزيرة ثانية ادور على حطب، فما لها داعي
من الحين اروح وعندي هذه الاشجار الصغيرة في الجزيرة، مش محتاج شيء ثاني الفترة الحالية لين ما ابني البيس اخلصه. شوف هذا الكرود السبير من وراء الثعبان الظاهر. اسعد الله صباحكم يا شباب مع اشراقة الشمس هذه. اللاعب والله اني كرفته، والله اني كرفته طول الليل، حلقت الجزيرة هذه حلاقة محترمة. المهم مثل ما تشوفون يا اخوان كانت فيه نبتات كثير ترى، غير النخل غير الشجر والنخل، في تعرفون الصغير هذاك الباين مدري ايش كان كثير هنا، هلا بي زين. فحشيتهم حش طول الليل، جمعت مثل ما تشوفون ما باقي الا نخل وشجر، بس ناخذ لفة تفقدية لان في الليل صراحة الوضع شوي صعب انك تشوف. فيب هذه الجزيرة اضيفها ما فيها الا نخل. فهذا السبيري يمكن تحاول اداعب الثعبان. فكذا نكون خلصنا، قضينا ليلة طويلة، اللاعب ما راح نيمة طبعا. وين اللي جمعته؟ هذا اللي جمعته، هذا الفايبر مكانه غلط، هذا اللي جمعته وهذا. والله يا شباب انه ياخذ وقت طويل عشان تجمع شوية خشب، خصوصا اذا ما كان نخل، اذا كان نخل راح تكون دبل هذه او ضعاف هذه. بس لاني راح اخل يا اخي بالله مش حرام تقص هذا الجمال. المهم خلنا ارجع الفايبر محله وارجع ابني اللي اقدر ابنيه وناكل. ترى من امس اللحمة هذيك معي ما اكلتها، خلنا نشوف. لا 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 خلنا نشوف موضوع الاكل. وهذا لسه يهز راسه، احس مسليني فراح اخليه. ما ادري هذا اتوقع يعبي ثلاثة لانه جاء ميديم، فاتوقع راح يعبي ثلاثة. خلنا نحلله والماي اموره طيبة. يوم الكرف الثاني، اقل شيء ودي اسكر غرفة واحدة كاملة ويكون خلاص، ما راح اكمل ابني بيس فاونديشن، راح اسكر هذه. خلنا نوقف في الظل، يا سلام عندي ظل الحين خلاص، وداعنا ايها الشمس. ترى يفرق والله يفرق اللاعب انه واقف هنا ولا انه واقف هنا، فلو تلاحظون حتى لون البشرة يختلف عشان لا يقول لي تاير ما ادري ايش ويعطش بسرعة. طبعا دائما انسى اجيب الهمر، الهمر بصير اخليه هنا. يا اخي البار الثالث مطعم ينزل، وش السالفة؟ سالفة الأكل والله صار لاعبي ما يجوع، من أمس أقول لكم والله ما أكلتها هذه طول الليل وأنا فرفر فيه. دي 12 سيرفايف وهذا لسه مطع يجوع، تك الثالثة هذه مطع تخلص. المهم نرجع نكمل يا شباب. المدخل المفروض أنه يكون من هذا الطرف، ندخل الباب نشوف الأغراض كذا، هذه الفكرة اللي في بالي. وهنا يكون في ممر، بعدين في باب مقابل للغرفة الثانية. اوكي ممكن نخلي باب من هنا وباب من هنا، بما انه يكون الممر علامة زائد يعني في باب برضه ممكن نخليه من هذه الناحية، ليش لا؟ حلو الانيميشن صراحة انك تصير تشوف العريش وهو ينضاف. ما ادري يا شباب اذا وصلتكم الفكرة ولا لا، بس الفكرة انه يكون مدخلين من هنا ومن هنا. انا اللي يهمني اللي هو السقف هذا، ان شاء الله انه نضبط نفس هذا الشكل يصير في الاربع اماكن، ان شاء الله انه يضبط وتكون المواد كافية اللي معي. اول شيء استخدمنا تبع الكورنر صح؟ روتيت ايوه اي جميل. لا روتيت ايوه حتى يكون متناسق الشكل. اربعة اربعة يا سلام. ليفل اب فيزيكال لاني جالس ابني، بنا ناخذ نظرة على الودروف كورنر باقي واحد. فيزيكال كم الستات الفيزيكال؟ فيزيكال اي واحد قبل الاخير. المهم كلهم تقريبا ليفل 5 ما عدا الهنتنج، الهنتنج صراحه الاصطياد واضح، وهذا شيء جميل الستات انه يقول لك انت مركز في ايش في اللعبه، وش الشغلات اللي ما استكشفتها تمام يعني عرفت. يا سلام يا سلام هذه غرفتي يا شباب خلاص، نوم تبرع هذه والشلتر والله بايخ صراحه بابين. بابين صراحه ما عجبني، بس يب هذه بدايتنا يا شباب. ممكن اخلي الباب خلاص من قدام هنا
عرفت؟ والله ما ادري، نشوف كيف الوضع بعدين. انا راضي جدا كبداية، الحين نقدر نسوي لنا كام فاير في هذا المكان، والحمد لله سبحان الله الود خلص اللي معي بالضبط يعني عليهم. واو، معنا فيه ود هناك شوي. الحين راح يمدينا نضبط شوية امور هنا. خلنا ننتقل هنا الدخلة، بس خلنا نشوف المتطلبات اللي ودي بس اضبط الكام فاير او احط الشلتر في هذا المكان داخل. لا هذه مو غرفة النوم، هذه راح اخليها اول شغلات راح اخليها المطبخ. فبنحتاج 4 عود الكام فاير، 3 حجار بعدين. اوكي، فبيكون فوقه بعدين السموكر، لاشينج وكلوث، 3 صخور لاشينج وكلوث. راح اخليه شو اسمه، راح اخليه العده هذه اللي ما سويناها من قبل اللي هو اللوم والبلانك ستيشن الفيورنس. وهذا حاليا عندي 1 2 3 4، 4 ممكن احشرهم في هذه الغرفه، ويصير بعدين نكمل باقي البيت. بس طبعا لازم احسن في الجزيره في بدايه الحلقه الجايه، ونروح نجيب لنا حطب من جزيره ثانيه ونستكشف المصادر اللي فيها ونعبي صناديقنا ونرجع. واخيرا 3 بارات نقصت عشان الحين ناكل. الظاهر اللاعب يوم يكون هيلثي يصير ينقص الاكل شوي، الله العالم. فهذه شغله جدا حلوه والله، ستيلث الستاتس حق الهيلثي. طيب هذا اللوم هنا، يا سلام، هذا اللي راح يعطينا الكلوث مثل ما تشوفون. بس كيف نستخدمه وشلون نظبط الوضع ما اعرف، خلنا نرجع له بعدين. البلانك ستيشن يحتاج فاس ومطرقه واحد لوج. افا يعني واحد من النخيل لازم نطيرها الحين. انا اسف ايها النخله، هذه اصغر نخله تقريبا. ما ودي اصدمكم بس رحت بس عشان اطير النخله وجبت لي 24 فايبر، مش فاضي له الحين. بس ما ادري وش اقول لكم، والله اللوج هذا اللي زاد علي كويس اني خليته لان نحتاجه في صنع باقي الامور. اوكي الريفايند اكس حقي بيطير، بس خلونا نحلل يا جماعه نكون صريحين مع بعض. 50% حرام نطيره، ف وش نكسر؟ نكسر في البيت، نخلي درايش الجهه الخارجيه والجهه الداخليه، هذا فكرة طيبة صح؟ هذا اللي ما عنده شغل بس وده يكسر 47%، كويس كذا درايش من جميع الأطراف. تهوية يا شباب، ما في مكيفات تعرفون، وبابين. حسن جبت أول عيد في المبنى. بس يلا طار علينا. وين البلانك ستيشن؟ كيف حجمه؟ يا ساتر، هذا بياخذ وين راسك من رجولك أنت؟ والله شكله رهيب الظاهر، بس حسه ما ينفع داخل غرفة هذا. يلا عشان الشمس تعرف نشتغل بعيدا عن الشمس. يا سلام، اها عشان يجيب الفاس كذا، عشان تحط الفاس فوقه ولا يا اخي والله حركات. بس علموني يا شباب وشلون نستخدم. عاد اوكي بنينا المصانع هذه، اللوم يعطيني كلوث وهذا يعطيني البلانك. طيب وبعدين يعني بس انتظر ولا كيف الوضع؟ يوه الفارمنج لسه بدري عليك. اوه الحين يمدينا نسوي كرافت للكلوث. اوكي الحين استوعبت يا شباب، ندخل قائمة الكرافتنج ويكون معاي 4 من الفايبر، ونصير نجي عند المصنع ونسوي فاست كرافت يعطيني كلوث. يا سلام، شيء جميل. تدري ايش؟ نحط صندوق جنبه، يصير نحط الكلوث كله في الصندوق هذا، ولا متى ما احتجنا صنعنا. والله مصممين اللعبة. طيب البلانك ايش وضعه؟ دقيقة ندخل قائمة هذا، ايوه الليذر لازم ابني الثاني هذا، ثواني بعد شوي ببنيه. بس البلانك يا سلام، نحتاج واحد لوج. المشكلة اللوج استخدمته هنا، ما عندي لوج ثاني، بس نفس الفكرة. والله شيء رهيب، خلنا بس نبني الشيء الثالث نختم فيه. وش ذا سبير جن؟ وش ذا؟ والله من جد منجنيق هذا. وعطني احلى فيشنج رود. اما فيشنج رود يا شباب، في صيد من فوق القارب وانا اجلس انط. لا 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 لا، بس الفيشنج رود هذا من وين جاء؟ ما شفته من ضمن الاسلحه.
فيد سبير فنان هذا سبير جن في أسلحة رهيبة والله. القرش إني جايك الانتقام قرب، بس وين الصيد؟ ممكن هنا. تعال هذا حق الطيور يبين لنا نحطنا واحد هنا، وهذا الفيش تراب يصير هو يصيد لنا ما يحتاج ننزل نصيد كل شوي. البلت هذا اللي يفتح الهوت كيز اللي تشوفونه حاليا فاتح 1 2 3 تحت آخر شيء. اختصارات على أساس ولا استفدت منها كثير صراحة، لأنه مجرد ما هذا مفروض يثبت في الهوت كي ويصير ما ياخذ خانة هنا. للأسف هذا الشيء مو موجود. الله يا الكرسي، الله الله يا الكرسي، الله دقيقة نشوف لك مكان بعدين. الكونتينر شلف هذا اللي نبيه فوق السفينة اللي نحتاج منه 2 بلانك. يا سلام تطوير السفينة الحين بيكون صح، يمدينا نصنع برضه بالبلانك هذا صناديق ما يا أخي أقسم بالله أني تحمست. هذا سريري يا شباب، نحتاج 3 ليذر بنضبطه. أمور كثير بس أنا جيت أدور هذا. إيه هذا هو التونينج، التونينج أحشره في وسطهم. والله ما هو بزحمة، بالعكس حسيت أن المكان مناسب. صير توقف عند الشغلة اللي تبيها وتسوي كرافت. خلصنا هذا وخلصنا هذا وخلصنا هذا، باقي هذا لازم نجيب الكلي من البحر، وهذا نفس الشيء يتطلب كلي ما نقدر نسويهم، وهذا يتطلب كلي. يا سلام الحين 2 جلد ونصير نصنع منه الوود سكن، مهم جدا نصير نعبي فيه الماي الزايد. والباندج يمدينا نصنعه، وهذا تبع السم اذا تسممت، وهذا يصير بريث بوست اذا بتغوص تقريبا ولا شيء. هذه كلها عبارة عن ادوية الظاهر. وهذا الشارك مدري يصير يعني ما تتأثر بالشارك وعضاته مدري. والله سعيد جدا بهذه الحلقة يا شباب، اتمنى انها نالت على اعجابكم. لا تنسون تدعموني باللايك ونشر المقطع اذا قدرتوا، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية. اشكر من تسبين القناة، والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خلاص ودي امسي هنا، ما ودي امسي هناك الليلة. واحلى سليب، احلى سليب، خذ لك احلى نومة.